إن زكاة الفطر من رمضان لها أهميتها وفضلها، وقد شرعها الله سبحانه وتعالى، وتكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا وقتها. لكن أباح بعض المذاهب أن يعجل الإنسان خلال الشهر بها حتى لا يضيق عليه الوقت بعد غروب الشمس من أن لا يجد فقيرا مثلا أو لا يتمكن، فأباحوا أن نخرجها قبل غروب الشمس آخره. لكن الوقت الإلزامي والواجب والذي تجب به غروب شمس آخر يوم، لأنها أصبحت ليلة العيد وهي زكاة الفطر من رمضان. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بعض المفسرين يقول نزلت في زكاة الفطر وصلاة العيد.